اقف شويه مع الصالات، الصالات والملاعب اللي بتستضيف بطوله العالم. يعني الحقيقه اضافه كبيره جدا، خصوصا انها تم تجهيزها في زمن قياسي، وبعتقد انها بشكل كبير جدا هتساهم في حتى ما بعد كاس العالم. وده واحد من المكاسب اللي اتفقنا عليها، انه مش بس الحقيقه استضافه مصر للحدث ده، لكن البنيه التحتيه اللي اضيفت واللي كسبتها مصر من وراء استضافتها للبطوله دي، اللي بعتقد انها هتساهم بشكل كبير في تطوير كل العاب الصالات في مصر. تحيه الحقيقه لكل القائمين، اعتقد مجهود رهيب جدا يمكن ناس كتيره جدا ما تكونش حست بيه، ولكن في النهايه الحقيقه بقى عندنا صالات لا تقل باي شكل من الاشكال عن كل الصالات العالميه اللي موجوده في احسن اماكن في العالم، بقت موجوده على ارض مصر، وان شاء الله كمان يبقى في تقدم. ده غيري يا احمد ان فعلا رؤساء كل الوفود في بطوله كاس العالم لكره اليد بيشيدوا فعلا بالاجراءات الاحترازيه اللي بتتبعها الحكومه المصريه الحقيقه في البطوله دي، وانه قد ايه يعني في خوف جدا على كل فرد من اي دوله مشاركه طبعا، او اي لاعب او جهاز فني مشارك في البطوله دي، وفي فعلا اشاده كبيره قوي بالاجراءات الصارمه الحقيقه في البطوله كاس العالم لكره اليد. وده مهم جدا، يمكن من اكبر الحاجات اللي هتفرق معانا جدا في البطوله دي اللي احنا بنستضيفها في وقت وظروف استثنائيه، ان كل فرد يرجع لبلده الحقيقه سليم تماما. يعني دي من اكبر الدعايات السياحيه.